من ضمن الأسئلة أشتغل إيه وأنا طالب في كلية الألسن أثناء الدراسة؟ يعني حاول إنك تشتغل في حاجات حاجة مرتبطة بالمجال بتاعك، حاجات باللغات أو كده. لو ده مش متاح اشتغل أي حاجة تقدر إنها تطور من شخصيتك، سواء مهارات التواصل، الحاجات دي كلها هتساعدك فيها إن يكون عندك تطوير لشخصيتك بعد التخرج، لأن جزء أساسي هو قدرتك على التواصل وإزاي تعبر عن نفسك والحاجات دي كلها. فدي من الحاجات اللي ممكن تشتغلها. تقول لي أشتغل يعني عاوزني أشتغل يعني ريسبشن ولا أقف بيع ملابس، أو حتى لو دي هتطور منك كتير، لكن الافضل انك تشتغل حاجه مرتبطه بالمجال بتاعك. فلو ينفع حاجات خاصه بالترجمه، حاجات خاصه بالانجليزي، تتطوع مثلا في الاماكن اللي هي ممكن تدرس باللغه بتاعتك او انك تشرحها، هيبقى حاجه عظيمه جدا جدا. مع التطوع مع الحاجات دي كلها تفيدك على هذا المستوى، لكن حاول انك تركز على تطوير اللغه في الصيف، سواء بالممارسة باللغة، بالتطوع، بأي حاجة، لأنها من ضمن الحاجات اللي هتكون بالنسبة لك مهمة. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير بإذن الله.